النوم. النوم تقريبا هي من اكبر المشاكل اللي كلنا بنعاني منها. فيا ترى ازاي عرفت ان انا اظبط نومي وانام بدري واصحى بدري خلال الفترات اللي فاتت؟ ازيكم يا جماعه، انا مروه محمد، بقدم فيديوهات نصايح للطلبه وازاي ان احنا نكون اشخاص افضل. فلو عايزين تنضموا لعيلتنا كل اللي عليكم تعملوه انكم تعملوا سبسكرايب بانكم تدوسوا على الزر الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، وكمان لو عجبكم الفيديو يا ريت تدوا لي لايك. كمان تقدروا انكم تروحوا تعملوا لي فولو على الانستغرام وعلى التيك توك، بقدم فيديوهات هناك هتفيدكم جدا. هتلاقوا كل اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نبدا بالفيديو. من اكبر المشاكل اللي بيعاني منها الجيل ده واللي كلنا تقريبا بنعاني منها هي مشكله النوم. والمشكله الاكبر بقى ان النوم لو هو مش مظبوط فتقريبا حياتنا كلها مش بتبقى مظبوطه. فبالتالي علشان اظبط حياتي يبقى لازم اظبط نومي. ولو حياتك مش مظبوطه فتقريبا اكبر سبب في ان حياتك مش مظبوطه هو ان نومك مش مظبوط. فهقول لكم في الفيديو ده ايه اللي انا عملته بالظبط علشان اظبط نومي. ولكن قبل ما اقول لكم ايه هو الروتين اللي انا بدات امشي عليه وايه اللي بدات اعمله خلال الفترات اللي فاتت عشان انام بدري واصحى بدري، خليني اقول لكم الاول هو ايه سبب عدم مقدرتنا ان احنا ننام بدري. بدات الناس تعاني من مشكله الارق والتعب بعد ما اكتشفوا الشيء ده. هو شيء كويس وكل حاجه، وهو من اعظم الاجهزه او من اعظم الحاجات اللي اخترعوها الناس الفترات اللي فاتت، ولكن الشيء ده هو تقريبا اللي مبوظ نومنا ومبوظ حياتنا حرفيا. ليه بقى؟ اللي انا عرفته خلال الفترات اللي فاتت هو ان الشمس اول ما بتبدا تغرب والاضاءه بتاعت الشمس في وقت الغروب هي بتساعد او بتبدا تبعت اشارات للعين ان يبدا بقى الجسم يهدى وتبدا العين انها ترتاح علشان الجسم شويه شويه يتهيأ انه ينام. فالمفروض ان الناس بعد صلاة العشاء كده بتبدأ كلها انها تنام. ده الشيء الطبيعي وده الشيء اللي جسمنا احنا متعود عليه. ولكن لو جينا اصلا بدأنا ان احنا ندور ورا توماس اديسون اللي هو مخترع المصباح، هنبدأ نعرف ان هو اصلا من كان من الاشخاص اللي ضد النوم تقريبا، وكان شايف ان النوم ده عبارة عن مضيعة للوقت. فكان بيحاول ان هو يعرف ليه احنا بنبدأ ننام بعد الفترة دي، وبيحاول انه يلاقي حاجة علشان يخلي الشخص ما ينامش لأطول فترة ممكنة. هو كان فاكر ان النوم هو عكس الانتاجية، وان اللي بينام كتير ده شخص كسلان وشخص عدم غير متحمل للمسؤولية، مع ان العكس غير كده تماما. النوم هو من اكتر الحاجات اصلا اللي بتساعد دماغنا وبتساعد جسمنا ان هو يرتاح، فبالتالي انتاجيته تزيد. بعد ما اخترع هو بقى المصباح ده، بدأ بقى الناس تستخدم المصباح ده بعد ما الشمس تمشي. أول ما الشمس تمشي من هنا تلاقي الشوارع بدأت تفتح أنوارها، تلاقي البيوت بدأت تفتح كمان الأنوار بتاعتها، فبالتالي العينين ما استقبلتش الاستشعارات بتاعت إن ده وقت النوم، فبالتالي العين لسه مصحصحة. وكمان اللي زود على ده كمان أكتر خلال الفترات اللي فاتت هو الموبايل. الموبايل الأشعة بتاعته شديدة جدا على العين، فبالتالي الإشارات ما بتوصلش للعين إن ده وقت الراحة وإن ده وقت النوم. بدأت إن أنا أعالج الموضوع ده بعد ما عرفت إيه أسبابه. أول حاجة بدأت أعملها هو إن أنا أول ما بتيجي الساعة 8 أو بالكتير الساعة 9 بقفل نور الأوضة وبشغل نور لونه أصفر كده، يعني نور كده إيه اصفر او ابيض، ولكن النور الخافت ده اللي هو بيساعد او بيبعث على النوم، بحيث ان الاوضه كلها تبقى مقفوله تقريبا وكلها متظلمه ولكن النور ده بس هو المفتوح. الحاجه الثانيه ان انا برضو اول ما بيجي الوقت ده بروح جايبه تليفوني وحطاه بره، او اقدر ان انا اعمل اي حاجه بالتليفون من غير ما ابص فيه. يعني ساعات مثلا بحب اسمع حاجات موسيقى هاديه كده تساعد على النوم، او بحب اسمع قران، او بحب اسمع اي حاجه ولكن ما ابصش للتليفون، بس حاطه السماعات وبسمع. غالبا هي بتكون حاجه بتهدي وبترخي الاعصاب. الحاجه الثالثه، ساعات ببقى ايه خلاص جت الساعه 8 او جت الساعه 9 وانا لسه في حاجات ما خلصتهاش، بعمل برضو كذلك، بقفل النور وبخلي بس النور الخافت ده وبخلص الحاجة ان انا لسه ما خلصتهاش في الاجواء دي. بجبر نفسي ان انا مهما حصل برضو احط نفسي في الاجواء دي، نحاولش ان انا ابوظها. الحاجة اللي بعد كده اللي انا بدأت ان انا اعملها هي ان انا لغيت نوم العصر ده تماما. لو عايز تنام فانت اما تنام قبل الظهر او قبل العصر بالكتير، لكن من بعد العصر دي بلاش نومة بعد العصر لانها بجد بتخليك صاحي لحد الفجر. وبحاول حتى لو انا جاي لي نوم بعد العصر بحاول ان انا الهي نفسي باي حاجة حتى لو الحاجة دي ملهاش اي لازمة، ولكن ما نمش. الحاجة اللي بعد كده اللي انا برضو حاولت اعملها وهو ان انا عرفت ان الكافيين من بعد الساعة 11 ممنوع.
حاولوا من بعد الساعة 11 الظهر، مش 11 بالليل لا 11 الظهر، من بعد 11 الظهر مفيش كافيين. ولو خلاص بقى مش قادرين يبقى لازم تقدروا تحاولوا انكم تعملوا الكافيين ده بأقل كافيين ممكن. يعني انا مثلا ساعات بيبقى يجيلي فترة كده من بعد صلاة الظهر ببقى عايز اشرب مثلا قهوة او عايز اشرب حاجة تخليني اصحصح شوية، ولكن في نفس الوقت ما تأثرش على نومي. فكنت بعمل ايه؟ اول حاجة بحط قهوة صغيرة، كمية قهوة صغيرة جدا، وكمان بحط كمية لبن كبيرة جدا، لان اللبن برضو من الحاجات اللي بتساعد على النوم والارخاء وان ترخي الاعصاب وكده. فبحط كمية قهوة صغيرة جدا وبحط عليها كمية لبن كبيرة جدا، وبعمل غالبا الايس كوفي، ما بشربش اي حاجة كافيين تانية بتبقى مركزة. فبرضو دي من الحاجات اللي ساعدتني على ان انا انام بدري. ايه بقى الحاجات اللي انا استفدتها من الروتين ده؟ اولا ان انا بقيت اكيد بنام بدري وبصحى بدري، ولكن لازم تكون عارف انت وبتطبق الروتين ده ساعات بتحصل معاك حاجات او ضربات كده في النص ممكن تبوظ لك يوم او تبوظ لك يومين، ودي شيء عادي جدا على فكرة. وانا بحاول على قد ما اقدر ان لو في مواعيد اتحددت لي في الفترة من بعد الساعة 10 ما بحضرهاش لو مش مهمة قوي، ولو كمان حاجة اقدر ان انا اغير الميعاد بتاعها بغيره. بحاول ان انا اظبط الجدول بتاعي على الاساس ده، ولكن ساعات بتحصل معايا حاجات غصب عني تماما ما بقدرش ان انا اتحكم فيها. ففي الحالة دي خلاص بعدي اليوم ده وارجع اليوم اللي بعده وبكمل الموضوع مرة تانية. الموضوع ده هيبقى صعب في الاول، وخصوصا ان الحياة دلوقتي تقريبا بتبدأ اصلا من بعد العشاء، كله بيبدأ حياته من بعد العشاء، فهيبقى الموضوع شوية صعب عليكم في الاول، ولكن بعد كده مع الوقت بتقدروا انكم تتحكموا في المواعيد بتاعتكم. وكمان لما تبدأ انكم تصحوا بدري اصلا وما تناموش العصر هتلاقوا غصبا عنكم بتناموا بالليل. يعني هتقولي مثلا بيبقى في ساعات دوشة في الشارع، لا هتلاقي غصبا عنك بتنام. ليه؟ لو قلت لكم انتوا هتكونوا صحيين بدري وكمان ما نمتوش نومة العصر ومشربتوش كافيين وكمان مهديين اعصابكم ومسترخيين، هتلاقي نفسكم لوحدكم بتناموا حتى لو في فرح جنبكم. الحاجة التانية بقى اللي انا اكتشفتها من الموضوع ده ان انا مبقاش عندي overthinking كتير. كان في الاول ان انا لما بحط راسي على المخدة تقريبا دماغي بيروح يمين وشمال ويخش في المستقبل والماضي والحاضر، ولاقي دماغي مش عارف ينام خالص. ليه؟ اولا لان لسه دماغك ما بدأش ان هو يهدى وما بدأش ان هو يرتاح، وبسبب ان عينك كمان كانت لسه متعرضة للضوء، فلسه برضو ما خدتش وضعية الراحة، فهتلاقي نفسك بتتجه للoverthinking. فلما بدأت ان انا اعمل الروتين ده الoverthinking عندي قل لي بشكل كبير جدا كبير جدا حرفيا. يعني حوالي ربع ساعة نص ساعة مخي بيبدأ يفصل لوحده، وببدأ ان انا مخي يفكر في افكار بعيدة عن بعضها. اول ما بحس ان دماغي بدأ يفكر في افكار بعيدة عن بعضها وحاجات مش منطقية يبقى بعرف خلاص ان دماغي دلوقتي بدأ ان هو يخش في النوم. وفعلا الفترة دي او المرحلة دي بدأت تجي لي بدري قوي، يمكن بعد ما احط راسي على المخدة بربع ساعة بلاقي نفسي خلاص رحت في النوم. فلو جينا عملنا اختصار كده للروتين ده هنعمل فيه ايه بالظبط؟ اول حاجة اول ما تيجي الساعة 9 تبدأ انك تقفل نور الأوضة وما تخليش غير نور بس خافت فيه، بحيث انك تعمل الحاجات اللي فاضلة وراك ولكن في نفس الوقت العين تبدأ انها ترتاح. الحاجة التانية تبطل نومة العصر دي تماما على قد ما تقدر. الحاجة التالتة هو انك تبدأ تمنع شرب الكافيين من بعد الساعة 11 الظهر. اللي انا عايز اقول لكم انكم حاولوا تطبقوا الروتين ده، انا متأكدة ان شاء الله ان هو هيأثر في ناس كتير جدا زي ما هو اثر فيا، هيظبط نومكم، فبالتالي انتوا ظبطتوا نومكم يعني ظبطتوا حياتكم، فانتوا عايزين اكتر من كده. فبس كده، لاي حد بدأ ان هو يطبق الروتين ده ونفع معاه اكتبوا لي تحت في التعليقات، او ابعتوا لي رسائل على الانستجرام ان الروتين ده نفع معاكم. ده يكون خلص الفيديو، بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. فلو عجبكم الفيديو تقدروا انكم تحطوا لي لايك، لان ده زي ما قلت لكم بيساعدني جدا ان انا اكمل، وكمان اعملوا لي سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه، احنا بنساعد بعض ان احنا نكون اشخاص افضل. فلو عايز انك تساعد نفسك انك تكون شخص افضل، كل اللي عليك تعمله انك تعمل سبسكرايب. تقدروا انكم تعملوا لي فولو هناك على الانستجرام وعلى تيك توك، بقدم فيديوهات شورتس بتبقى مفيدة جدا وصغيرة. وكمان لو عندكم اي سؤال على الانستجرام تقريبا برد على كل الناس. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحة جديدة. سلام.